السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مطبخ أماني، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو مشتريات، ما تنسوش لايك واشتراك في مطبخ أماني لو لسه ما اشتركتوش. ان شاء الله مشتريات النهاردة هتعجبكم، هي نافعة جدا جدا للمطبخ، وكمان شهر رمضان داخل علينا وانا بحب اجيب حاجات جديدة كده افرح بيها قبل دخلت رمضان. بحاول اجيب حاجة في حاجة من دلوقتي علشان ما يبقاش تكلفة عالية عليا. يلا بينا نشوف جبنا ايه عشان ما اطولش عليكم، لان الحاجات الحقيقة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا النهاردة علب التلاجة ديت، هي جميلة قوي يا جماعة وحلوة قوي. لقيت العلبة ب10 جنيه، مش عشان سعرها لا، بس انا عجبني ان محكمة الغلق جدا، والتكاية دي سامعين بصراحة محكمة الغلق وجميلة، وبتاخد كمان حاجات كتير اهي زي ما احنا شايفين كده. دي ب10 جنيه، حلوة قوي قوي، والغطا بتاعها اهو محكمة جدا وجميلة. بصراحة جربت علب كتير، يعني بصراحة دي فادتني اكتر لانها غويطة، بتاخد حجم كبير وبتاخد حاجات كتير اهي زي ما احنا شايفينها كده بالظبط. دي العلبة ب10 جنيه، القفل بتاعها ده احمر، جبت كمان الازرق، جبت 44 جنيه اهو. جبت الازرق بتاعها كمان، شكلهم جميل قوي قوي، وبصوا بصوا غويطة وكبيرة ازاي اهي، يا رب تكون باينه وواضحه في الفيديو. جميله قوي يا جماعه بجد، وهتعجبكم قوي قوي اهي، يا رب تكون عجبتكم. الواحده ب10، جبت 44 جنيه، كنت بجد محتاجاها جدا. وعملت منهم واحده حمراء في فيديو التوم، تخزين التوم، وزي ما شفتوا الطريقه، وكانت بصراحه عجباني جدا، وجربتها في الفريزر وحلوه قوي قوي. اهي الواحدة ب10، عشان ما اطولش بس الفيديو، جبت 4. اهي دي الرابعة بتاعتهم، نشيلها بقى عشان توسع لينا. جبت كمان طقم التوابل دوت، جميل قوي يا جماعة، عجبني بصراحة، بالمعلقة جواه مكتوب على الكيس، التلاتة ب12 جنيه ونص اهو زي ما احنا شايفين كده اهو ب12 جنيه ونص. جبت 6 ب25، اللي عايزه افتحه اوريه لكم اهو، جواه المعلقة بتاعته، حلوة قوي قوي، عجبني بصراحة. ما ينفعش شهر رمضان من غير توابل، يومين دول كمان نازلة عروض حلوة قوي. اهي المعلقة فيه صفرة لون الغطا، كل واحد فيه المعلقة بتاعته لون الغطا. الستة ب25 اهو، الوانه جميلة، هو طقم معروف بس بصراحة عجبني جدا، هو بلاستيك بس البلاستيك بتاعه جامد وحلو، عجبني اهو. الستة ب25. يلا نشوف كمان معانا ايه. عجبتني قوي بصراحة اطلب التوابل دي يا جماعة قوي قوي. نشوف معانا ايه تاني. جبت كمان صفايه المعالق ديت اهي، عجبتني قوي عشان مخرمه كده من تحت، يعني تصفي الميه اول باول. الحقيقه انا جبت من اللي بتتعلق دي، لاني عايزه اعلقها جنب الحوض، لاني انا ما عنديش مكان كفايه في المطبخ، فعايزه اشيلها من الكيسه اوريها لكم. دي واحده هفكها اهي حبايب قلبي، انا فكتها اهي، حلوه قوي قوي، وزي ما احنا شايفين المنظر بتاعها كده. دي الواحده ب7 جنيه ونص. انا بصراحه مش عارفه ليه بحب اما اجيب حاجه اجيبها اتنين، لان ليها فكره عندي يعني تانيه غير بس صفايه معالق. انا شفت في الصوره بتاعتها اهي زي ما احنا شايفين ورد، هو مش فيها، بس انا يعني جات لي الفكره انا ممكن احط فيها ورد، الوان حلوه كده، وعلقها برضو في المطبخ مش بس للمعالق. فجبت اتنين علشان يمكن احط في واحده ورد،
ممكن المعالق الكبيرة الخشب اللي تقوم من التوزيع الكبيرة. فجبت واحدة وواحدة يعني على أساس ليها كذا فكرة يعني في دماغي. جبت الاتنين ب15 جنيه، اللون دوت ما لقيتش الصراحة إلا اللون ده واللون ده اللي هو البني ده أهو زي ما احنا شايفين كده أهو. اللون البني ده ما لقيتش منها الأحمر، ما لقيتش ألوان بصراحة. المحل كان زحمة كمان وكانت الألوان بتخلص اهو. يبقى الاتنين دول صفايت المعالق ب15 جنيه. يعني تقدري تستخدميها في ورد، تقدري تستخدميها في شكل شيك في المطبخ، تقدري تعلقيها للمعالق تصفي فيها، تغسلي من الحوض على عليها على طول. جميلة قوي، بصوا المنظر من جوه، تاخد كذا حاجة. تقدري تعلقيها في الحمام، تحطي فيها الفرش الأسنان. بصراحة ليها كذا استخدام عندي. أنا قلت يعني أقولهم لكم على اساس يعني يبقى في افكار ليها معانا، يعني ان شاء الله نبقى نصورها برضو. دي صفايه المعالق. جبت كمان المعلقه دي اللي هي المساكه كده للبانيه للسمك للحاجات دي. بصراحه عجبتني فكرتها. ليه؟ لانها مش سيليكون بس، لا دي شكل منظر السيليكون بتاعها، بس هي من جوه ستانلس تقيل جدا جدا. بصراحة عجبتني قوي يا جماعة. دي ب17.5 اهي، طبعا ليها قفل كده اهو بيوسعها اهو كده، شايفين؟ دوسي عليها كده اهو لتحت بالشكل ده، تشديها شكلها حلو قوي قوي. دي ب17.5 سيليكون وستلس، الايد بتاعتها استلس تقيله وجميله، وجربتها على فكره حلوه قوي قوي فعلا. من الحاجات اللي عجبتني قوي في المشتريات النهارده. 17.5 سيليكون واستلس من جوه ومن بره اهي بالشكل ده، شايفين الشياكه بتاعتها؟ بجد حلوه جدا جدا. بعلقها كده في المطبخ واروح واخداها وشايله بيها السمك البانيه. يلا بينا نشوف ايه كمان معايا كده. قلنا التوابل وقلنا كله. كمان معايا صواني التقديم ديت اهي. الحاجات كتير الحقيقة وعمالة تقع مني. صواني التقديم ديت جبت منهم النبيتي اللي هو دوت، الواحدة ب15 جنيه. جبت الاتنين ب30 اهو. استخدمت النبيتي، شلت الورقة بتاعتها وجبت منها الذهبي. دي برضو عجبتني قوي اهي، منظرها حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. دي الواحدة الصينية منهم ب15 جنيه. دي لسه بالورقة ما استخدمتهاش اهي. ودي النبيتي بتاعتها، دي اللي شلت الورقة بتاعتها واستخدمتها. بصراحة بحب اللون النبيتي قوي، فما لقيت نبيتي وذهبي كده اشتريتهم الاتنين ب15 جنيه. بصراحة الماسكة بتاعتها حلوة كده الايدين زي ما احنا شايفين كده، الايدين بتاعتها جميلة، وتقدري تحطي فيها الكوبايات معدولة كده وشكلها حلو، يعني شكلها شيك قوي. ف عجبتني جدا جدا. معاكي ايه تاني يا اماني النهارده؟ خليها قدامنا كده نحط عليها الحاجات. معايا الغيار ده بتاع الشرشوبة الدوارة، ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عليها. في ناس كتير قوي سألتني ازاي يا اماني بتستخدميها. ده غيار ب10 جنيه اهو، عشان نركبه في الشرشوبة الدوارة. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عليها بإذن الله. معاكي ايه كمان يا اماني؟ معايا الفرشة دي اللي هي بتاع الدهان الصينية اهي، جميلة قوي يا جماعة وبتنفعني جدا جدا في المطبخ. انا كان عندي واحدة وجبت واحدة تاني، دي ب10 جنيه، حلوة قوي سيليكون زي ما احنا شايفين كده. تدهني بيها الصينية، جميلة جميلة قوي قوي. تدهني بيها الجلاش مثلا اما تعملي صينية، تدهني بيها البيتزا على الوش لو عايز تدهني حاجة، ليها كذا استخدام برضو. جميلة قوي يا جماعة. جبت كمان الطبق ده ب12.5 جنيه اهو، اللي هو المربع دوت، جميل قوي قوي قوي. الحاجات كتير فنقي بقى اللي يعجبك منها واشتريه. ب12.5 جنيه جبت منه الاحمر وجبت الموف.
مش عارفة هيبان معاكم موف ولا لأ. هو باين أزرق هنا بس هو موف 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 يعني بنفسج، باين أزرق هنا مش عارفة ليه، بس جميل برضو الأزرق. جبت الأحمر والموف منه أهو، الواحد باتناشر ونص، الاتنين بخمستاشر. أوكي. يا رب المشتريات تعجبكم. جبت كمان ما نقدرش ننساها المساكة السيليكون دي، تنفعني جدا يا جماعة، جدا جدا في المطبخ، حلوة قوي قوي. دي بسبعة ونص اهي، جميل، نفعاني جدا بصراحة في المطبخ. جبت كمان الصينية ام ايد ديت، سوري مش صينية، لا المصفى اللي هي بايد ديت، بتعجبني قوي يعني، الكيس مكرونة حاجة جميلة قوي قوي، وتملكيها كده يعني تعرف تمسكيها كده بايد، وجميلة. دي كانت بعشرة ونص، جميلة قوي قوي اهي، شايفين عاملة ازاي، عجبتني بصراحة والايد بتاعتها وكده، فجبت واحدة اجربها، وجايبة الصغيرة بتاعتها قوي، ليه النص كيلو كبدة صفيها من الخل من المية كده، فجايبة ديت يا ربي باتناشر ونص، والصغيرة بسبعة ونص اهي بالشكل ده. معاكي ايه تاني يا اماني؟ معايا كمان طبق العجن ده، غويط وجميل جدا وكبير، ياخد اتنين كيلو دقيق تقريبا، حلوة قوي يا جماعة وعجبني قوي قوي. طبعا هيفيدني جدا في العجن والحاجات ديت، لاني اللي عندي ادم بصراحة، حاجة جميلة قوي قوي وهتعجبنا جدا جدا بصراحة. انا بموت في فيديو المشتريات، بحبه جدا لان بيعرفني الحاجة بكام، كلنا بنحبه بصراحة، كل واحد بيشتري حاجة بيعرضها، فدي حاجة حلوة قوي اهي. ده فيديو مشتريات الاولاني، ان شاء الله في فيديو مشتريات تاني. ده اللهم صل على النبي، ده كان بخمستاشر جنيه اللي هو الكبير دوت اللي هو للعجن، وعلى فكرة رقم خمسة، مش عارفة باين ولا لأ، اهو هحاول اظهره. لما تشتري بلاستيك تشتريه عليه المثلث ده، ويكون عليه فايف رقم خمسة، ده بيبقى اهي واضحة جدا جدا، ده بيبقى حلو يعني صحي للعجن وللحاجات دي، بيبقى صحي للأكل جدا. نرجع بقى، ما ننساش طبعا المعجنات بتاعتنا، وده النشابة عجباني قوي قوي باتناشر جنيه ونص، علشان الفيديو بتاع بإذن الله هنعمل، عايزة اعمل فطير مشلتت، لقيتها يعني ممكن تعجبني وتساعدني جدا جدا في الفرد بتاع العجين باتناشر ونص. هي بتلف كده اهي زي ما احنا شايفين، طبعا ان شاء الله هتساعدني جدا جدا في الفطير او في اي معجنات عموما. فعلا جميلة قوي باتناشر جنيه ونص النشابة دي. في كمان معايا كمان صواني التقديم دي زي ما احنا شايفين، يا رب تكون واضحة كده في التصوير، تلات مقاسات، دول ألمونيوم عادي بس نوعهم جيد جدا، من الطبقة من جوه كده ناعمة والله، عاملة زي التيفال، جميلة قوي قوي، وجربتها على فكرة يا جماعة مش بتلزق الحاجة فيها، طبعا انت بتعملي رشة سمنة ودقيق وكده ما بتخليش الحاجة تلزق فيها. هجيبها ان شاء الله لان انا ناوي اعمل تورتة، مش عارفة بقى اعملها مربعة كده ولا اعملها مدورة، لسه مش عارفة، مش عارفة اني هيبقى شكله احلى، لان لسه ما جربتش التورتة فيها. فانا جايبة التلات مقاسات دول، بالذات الكبيرة دي عجباني قوي يا جماعة، بصوا الحجم بتاعها، بصوا قد ايه جميلة جدا، وده الحجم سوري في الصوت، وده الحجم الاصغر شوية، وده الصغيرة خالص ديت اهي اهو. الطقم ده جبته بمية وتلاتين جنيه، صواني ألمونيا، جميلة جدا من محل جنبي بصراحة، انا بثق في حاجته جدا، وزي ما احنا شايفين كده منظرها شيك قوي وجميلة قوي، حاجة حلوة خالص.
وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو المشتريات. مش عايزة اطول عليكم، يا رب يكون عجبكم. والاسعار بالتفصيل قلناها، لو حد عايز يستفسر عن اي سعر تاني قولولي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكون المشتريات عجبتكم. مع السلامة وباي باي.